اعلن بحضراتكم من جديد اداء فني لا يليق باسم النادي الاهلي من اللعيبه وايضا من الجهاز الفني، ولكن في الشده قبل الفرح احنا ورا هذا الكيان الكبير، وده اللي متعودين عليه دايما من جماهيرنا الكبيره. الاهلي بيمر بفتره عصيبه، انا دلوقتي اقدر اقول لكم ان هي عصيبه، بس ان شاء الله الاهلي، وخليكم فاكرين كلامي، ان شاء الله الاهلي هيتاهل للادوار النهائيه في كاس افريقيا باذن الله. الاهلي لسه امامه 11 نقطه كؤوس، 11 نقطه كؤوس لسه قدامنا، انا عمال احسبها بالورقه والقلم معاكم، لسه تاونشيب مفيش ولا نقطه خلاص هنفرط فيها، او الاهلي يفرط فيها. قدام الترجي ممكن ناخد على الاقل نقطه، وقدام كامبالا سيتي الفريق الهزيل الضعيف جدا 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 اكيد هناخد الثلاث نقاط، يبقى فرصه الاهلي في التاول فرصه كبيره جدا. لكن عارف كل الناس زعلانه، كل الجماهير زعلانه، وما تتخيلوش ان احنا كمان يعني بنزعل اضعاف اضعافكم، ومش عايز اقول لكم احنا عاملين ازاي، لكن احنا في الشده قبل الفرح ورا النادي الاهلي، هذا الكيان الكبير وهذا الفريق العظيم. ومش هنتكلم خالص، يعني احنا مش هنتكلم خالص، لكن هنتكلم عن اكيد هنتكلم عن اسباب الهزيمه ايه، والنقاط الفنيه اللي كان المفروض الجهاز الفني يتعامل معاها ازاي، واكيد في مستوى بعض اللاعبين كان ما يعني مش 20% حتى، مش عايز اقول يعني 30-40%، مش 20% حتى، ولكن علامات استفهام كبيره جدا على اداء النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي البطل، النادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي عادي جدا. احنا زي ما بقول لكم دايما خليكم فخورين، ودايما خليكم ورا فرقتكم في الشده قبل الفرحه. ارحب بضيوف الكرام مره تانية.